عاجل، السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا والتنفيذ فورا. وصدمة، ننشر لحضراتكم الحالة الصحية للمشير طنطاوي. وخبير مياه مصري يفجر مفاجأة بخصوص قيام إثيوبيا التوقف عن التخزين الثاني وسحب معداتها لسد النهضة. ومفاجأة، البورصة المصرية تربح رقم ضخم في نصف ساعة. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا، وللأسف ننشر لحضراتكم الحالة الصحية للمشير طنطاوي. قال البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري إن الحالة الصحية للقائد العام السابق للقوات المسلحة في مصر المشير حسين طنطاوي صعبة. وقال بكري على تويتر: يمر سيادة المشير حسين طنطاوي بظروف صحية صعبة، ندعو له بالشفاء وأن يمتعه الله بالصحة والعافية. لقد حافظ المشير على الوطن من مخاطر الانزلاق إلى الفوضى، تصدى لمحاولات التآمر على أمن البلاد واستقرارها، تحمل الكثير من الآلام والمتاعب والضغوط النفسية، صدق في كل وعوده التي قطعها على نفسه، أجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مواعيدها المحددة، وكان صادقا في كل مواقفه التي سيسجلها التاريخ بأحرف من نور. وأضاف: سيبقى اسم المشير طنطاوي خالدا في ذاكرة الوطن مهما تعددت السنون، لم يضعف أمام السلطة، كان يقول دوما أنه فقط يريد إنقاذ البلاد من مؤامرة تدبر لإسقاطها وتفتيتها. كان يقول عن مصر إنها قلب الخرشوفة، وجودها حماية للأمة بأسرها، ندعو للمشير بالصحة والعافية. وفي تصريح خاص لقناة RT أكد بكري أن طنطاوي تعبان دون ذكر مزيد من التفاصيل. وتولى طنطاوي البالغ حاليا 85 سنة من عمره منصب وزير الدفاع والقائد العام لقوات المسلحة المصرية من عام 91 ل 2012. وكان طنطاوي بترأسه المجلس الأعلى لقوات المسلحة المصرية زعيما عمليا لمصر في الفترة بين الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك وتولي محمد مرسي العياط رئاسة مصر في 30 يونيو 2012. مصدر معانا كان من RT، ربنا رب يقومه بالسلامة وينعم إن شاء الله بصحة يعني عافية ويكون كويس بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر، ومفاجأة، البورصة المصرية تربح رقم ضخم في نصف ساعة. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ببداية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أول تعاملاتها بعد عطلة عيد الأضحى. وربح رأس المال السوقي 7.5 مليار جنيه عند 692.8 مليار جنيه مقابل مستوى 685.3 مليار جنيه. وارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 82% عند المستوى 10733 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.87% عند مستوى 2556 نقطة. وصعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.69% عند مستوى 3527 نقطة. الجنيه المصري يساوي 64% دولار أمريكي. المصدر معانا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا يعني شيء جميل جدا، ارتفاع في البورصة المصرية 7.5 مليار جنيه في نصف ساعة فقط، شيء جميل ومؤشر حلو في البورصة المصرية. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل، الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا والتنفيذ فورا. وافقت مصر على اتفاقية قرض بين حكومتها والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5,500,000 دينار كويتي بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بمصر. ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 77 لسنة 2021 القاضي
بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 5,500,000 دينار كويتي بشأن مشروع إنشاء محطتي تحلية مياه بحر في مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة الموقعة في الكويت بتاريخ 23 نوفمبر 2020. المصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق. طبعا هتقولوا لي هل هذا القرض اللي تم يعني الاتفاق عليه ما بين مصر والكويت ليه علاقة بسد النهضة؟ أقول لحضراتكم لا طبعا، لأن يعني المشاريع دي هتتنفذ في مدينة رفح الجديدة ومدينة بئر العبد الجديدة، يعني مدن جديدة بعيدة عن نهر النيل في سيناء. فإذا يعني الموضوع سهل وبسيط وواضح، هذا الأمر ليس له علاقة بسد النهضة، لأن الناس أول ما تسمع كلمة تحلية مياه البحر أو معالجة مياه الصرف الصحي تقول لك سد النهضة. أقول لحضرتك لا، ملوش علاقة بسد النهضة. سد النهضة ده قصة لوحده. يعني إيه قصة لوحده؟ يعني مصر يعني لسه ما أخدتش قرار في هذا الأمر، ومصر عندها كل المعلومات وإحنا كلنا على ثقة في القيادة السياسية، وإن شاء الله هيجي يوم لسد النهضة وهينضرب. إمتى؟ أنا معرفش، ولا يعني العامة يعرفوا، القيادة السياسية فقط هي التي تعلم الأمور، والأمور دي في غاية السرية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام العاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وخبير مياه مصري يفجر مفاجأة بخصوص قيام إثيوبيا التوقف عن التخزين الثاني لسد النهضة. قال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي إن إثيوبيا بصدد التوقف عن التخزين الثاني لسد النهضة، كما أنها تسحب معدتها خوفا من الفيضان. وأشار في مداخلة تلفزيونية إلى أن وزارة الري استعدت جيدا لتلقي المياه المفرغة من السدود السودانية. أضاف أن الفيضان خلال شهر أغسطس يأتي بمليار متر مكعب يوميا. ولفت خبير المياه إلى أن السودان عانى خلال الفترة الماضية بوصول 50% فقط من الإيراد. كانت إثيوبيا أطلقت منصة رسمية للتبرع والمساهمة لاستكمال بناء سد النهضة. وزارة الري الإثيوبية قالت في بيان ليها أنها أطلقت منصة رسمية للتبرع لسد النهضة والمشاركة في استكمال مشروعات السد غير المكتملة. المصدر معانا كان من RT. إذن زي ما قلت لحضراتكم في الفيديو السابق إن إثيوبيا أعلنت إفلاسها بشكل يعني غير رسمي، أعلنت إفلاسها بشكل يعني ذوق زي ما بيقولوا. إثيوبيا يعني تريد من الإثيوبيين إنهم يتبرعوا لبناء سد النهضة. آه يا ويلي لو سد النهضة ده اتهد على دماغهم. عاوزين نعرف الإثيوبيين هيعملوا إيه في أبي أحمد. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. هنقول مع بعض في النشرة القادمة تعديل وزاري مرتقب في مصر وبرلماني يكشف لصحيفة RT التفاصيل. كشف مصدر برلماني مصري عن وصول خطاب رئيس مصر بأسماء الوزراء الذين سيشملهم التعديل الوزاري لرئيس مجلس النواب الاثنين المقبل قبل بدء الجلسة العامة تنفيذا لنص المادة 147 من الدستور. المصدر معانا كان من RT. هقول لحضراتكم التفاصيل ان شاء الله في النشرة القادمة. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب. كان معكم اسلام الامير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.